أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للإشتراك بقناة أوديولابي ليصلكم كل جديد. 9 عادات للقادة ذوي الإنتاجية العالية. وهناك العديد من المقولات التي تلخص جوهر القيادة، لعل أبرزها مقولة غاندي: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. وهنا 9 عادات مقترحة يمكنها أن تساعدك على أن تصبح قائدا أكثر إنتاجية، سواء كان لديك منصب أم لا. أولا، يجب أن تكون لديك رؤية واضحة. وجود رؤية واضحة وضوح شمس لما تريد تحقيقه، ومشاركة تلك الرؤية بوضوح مع جميع المعنيين بها، سوف يضمن الالتزام والدافع لتحقيق هذا الهدف. ثانيا، يجب أن يكون لديك نظام لسير العمل. وجود نظام لسير العمل سوف يسمح لك بالعمل بشكل فعال وخلاق من خلال إيجاد الوقت للقيام بالأعمال المهمة، كما أن فهم أكثر الأعمال تدفقا بأقصى قدر من الفعالية يكفل عدم تكرار العمل أو الانحرافات كي لا تؤثر على الأعمال المهمة. ثالثا، خذ المسؤولية. تحمل المسؤولية عن كل ما تقوم به من تصرفات وسلوكيات. لا تتخذ أبدا دور الضحية، تذكر أنك أنت سيد مصيرك. رابعا، قم بممارسة التمارين الرياضية. كل المتفوقين في العالم يمارسون التمارين الرياضية بشكل منتظم. أوباما، برانسون وغيرهم يعلمون فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل القدرة على التحمل والأداء والإنتاجية. إنها واحدة من أفضل العادات التي يمكن أن تعتمدها لتصبح أكثر إنتاجية. الطاقة الإضافية التي تكسبها من ممارسة التمارين الرياضية مع تأثيرها للتخلص من الإجهاد تعزز إنتاجيتك وأدائك أكثر من أي عادة أخرى. خامساً، استرخي. إلى جانب ممارسة الرياضة يحتاج جسمك إلى الراحة، الاسترخاء والكثير من النوم لكي تستطيع ممارستها بأفضل حال. التأمل واليوغا يمكن أن تساعد أيضاً على الاسترخاء والتخلص من التوتر. سادساً، يجب أن تعرف قيمة وقتك. فوض المهام واستعن بمصادر خارجية وشارك عملك. وقتك ثمين جداً، فلا تضيعه في عمل أنت تعتقد أن لا أحد آخر يمكنه القيام به. سابعاً، يجب أن تصبح مستمعاً جيداً. إذا كنت تقود أشخاصاً آخرين فمن الضروري الاستماع بشكل جيد، ولكن سوف تكتشف أنك إذا استمعت جيداً سوف تكون أكثر إنتاجية، وذلك من خلال القضاء على القيام بالعمل مرتين أو سوء الفهم الذي يؤدي إلى القيام بأعمال غير ضرورية. ثامناً، كن أفضل ما يمكن أن يكون. أبذل قصارى جهدك ولن تندم. النجاح لا يأتي للذين يجلسون وينتظرونه، من الضروري العمل لتحقيقه. انخرط في العمل برؤيتك الخاصة واتخذ إجراءاتك المناسبة. تاسعاً، خصص وقتاً للتفكير. من أجل التفوق والتميز فيما تفعله يجب أن تخصص وقتاً للتفكير. هذا أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس في قيامهم بالأعمال التجارية، فهم مشغولون جداً بالمهام اليومية التي لم يخططوا لها ولم يبتكروا فيها ولم يحلموا بها، وبدون هذه العوامل لن يكون هناك أي نمو ومشاركة للعمل، بل ستواجه الركود. لذلك انهض واتخذ زمام المبادرة وابدأ في جعل حياتك تحدث الفرق. استمع إلى أروع المقالات الصوتية وحملها مجانا عبر تطبيق أوديولابي.